Le débat étudiant. Le débat étudiant, اليوم مع عائشة. عائشة على شنو باش نحكيو اليوم؟ باه اليوم لو سوجي كون فا ديباتر بالحق عنده اون امبورتونس كابيتال لينا احنا لي زيتيديون توا ومن بعد كي باش نخدموا حاجة تقعد تبع فينا حياتنا الكل. حاجة تعلمناها ملي احنا صغار وعشنا بيها وتوا بالفينومين نتاع المونديزاسيون وبرشا حاجات اخرين. برشا عباد يشوفوا اللي وقيت باش نبدلوا. خلينا ندخلوا في الفيف دو سوجي. احنا توا سيستيم ايدوكاتيف بازي على الفرونسي، لي ماتيغ نتاعنا كل نقراهم بالفرونسي كيلكو سوا في كل فيليير معناتها نقراو كل شيء بالفرونسي، واللونجلي هي ماتيغ سكوندير معناتها واللي جينيرالمون يكون الكويفيسون نتاعها نيجليجي على الاخر و فريمون اون ماتيغ اللي ماهيش ماخذه لامبلور نتاعها. دونك نحبوا نشوفوا راي العبيد اسكي لي طون باش نقلبوا نوليو نقراو لي ماتيغ نتاعنا ان انجلي والفرونسي يولي اون ماتيغ فاكولتاتيف والا اون غارد لو ميم سيستيم ايدوكاتيف. دونك سي سكون فا ديباتر هذا اللي حاجه بالحق اقترحت قبل، قالوا اسكو زعما نخليو اللغه نتاعنا دونك لو فرونسي من الليسي هو تقريبا الناس دونك تولي تقرا بالفرونسي، نحكي هوني على المات وعلى لي ماتيغ الكل اللي يوليو دونك بالفرونسي والا علاش ليه نبدلوا باللونجلي. نشوفوا راي لي زيتيديون اللي موجودين معنا. موجود معنا حافظ. من جيت حافظ رايك في الموضوع، تقول انت نقعدوا كيما كنا قبل نقراو دونك بالفرونسي ولا علاش ليه نبدلوا اللغه الانجليزيه؟ بالنسبه لي انا نبدلوا باللونجلي على خاطر توا الانجلي هو اللي ماشي اكثر. نجمو نحكيو على البيتشلر اللي هي توا طالعه، سي ان سيستيم امريكان اللي تقرا 4 سنين باللونجلي، بعد نجم تعمل ماستر ولا ما تعملش. البرا لهنا يطلبوا البيتشلر اكثر من السيستيم اللي نقراو فيه في العاده في اللي فاك الكل. ديجا في تونس فما تي بي اس كهو تقريب السيستيم هذا ديكو البرا، دونك ماشي معناها يطلبوا الدبلوم هذا مش الدبلوم الاخر. دونك علاش ما نولي نكثروش منه سو ديبلوم باش هكاك نسهلوا على ليزيتيديون انهم يخرجوا لبرا لاي بلاصه. واضح صحيح ثم لو بوان نتاع الخروج لبرا كي نقراو باللونجلي نسهلوا بالكشي اكثر الترانزيسيون هذايا. شكون اكثر ما نخليو انو نخليو اليوم لا لونغ فرونسيز؟ انيس قول لنا. Alors moi je suis d'accord que l'anglais c'est une langue très importante à maîtriser, que c'est une langue très puissante sur le plan mondial, etc. Mais dans notre cas en particulier, on verra que remplacer une langue par une autre, c'est pas forcément la meilleure solution à faire. Dans l'idéal, il faudrait qu'on soit trilingue, si on veut vraiment dans un monde parfait. Mais ici, certes, il y a des lacunes au système éducatif qui font que les langues étrangères ne sont pas vraiment valorisées, etc. On arrive chaque année à Fullback, par exemple, et à chaque année, je vois 6 000, 7 000 zéros pointés l'épreuve en français. Par exemple à l'écrit. Donc je me dis qu'il faut corriger le mal à la racine. Il faut au contraire corriger ces lacunes qu'il y a dans l'enseignement, faire en sorte de redorer le blason du français, parce que finalement c'est pas une langue morte après tout. Oui. C'est une langue, chaque 4 ans il me semble, il y a plus de 21 millions de francophones supplémentaires, donc ça montre que c'est quand même en croissance contrairement aux idées reçues. واضح 21 مليون شخص يحكيوا اللغه الفرنسيه كل عام، وكما قلت بالكش نحسنوا اكثر الموجود بلوتو كو نغيروا اللغه ونغيروا المنظومه والسيستم بكله. غازي اكثر انجليزيه وفرنسيه؟ غازي اكثر فرنسيه. عزيز لازمنا نكونوا شويه لوجيك. زاده اليوم باش انك تعمل ان شونجمون راديكال تنحي الفرنسي ولا ترد فاكولتاتيف وترد لونجلي اون برومي ليو، سي بريسك امبوسيبل. ما ننساوش نحنا اللي لا بريس نتاعنا الكلها بالفرنسي. نعطيك كيلكو زيكزومبل، تلقى لو تون، كابيتاليست، ليدرز، بيزنس نيوز، جون افريك، كيف لي زوبورتونيتي ايكونوميك في تونس الكل مربوطين بفرنسا. هذاك علاش سيستيم éducatif basé à la France. Donc du coup on apprend la gestion en français, l'économie en français. Le parfait هو ان نزيدو في الامبلور تاع لونجلي. نبداوها على بكري، علاش ليه مش من البريميير اني حتى من المكتب نبداوها بوركوا با، مي ان لونجلي يكون على حساب الفرونسي. اللي حاجه صعيبه. عايشه انت اقترحت علينا اليوم الموضوع. انا مالغري اللي انا ثقافتي معناتها فرنسيه اكثر وكل، ولونجلي ملي من قبل معناتها ما كنتش ياسر نحب وما مانيش لاهي بيه ياسر. نحب نرجع لحاجه قالتها نوسه. هي قالت لي الفرونسي إلي بلو بارلي معناتها وأكثر عباد قاعدة تحكي فيه، مي كي نجيو نشوفوا لي ستاتيستيك نلقاو إلي الفرونسي بارلي 4% كهو من البوبولاسيون مونديال، باغ كونتر لونجلي 20%. دونك نشوفوا الفرق اللي هما 4 فوا دو بلوس.
ولا 5 وي 5 فوا دو بلوس 5 فوا بلوس دونك تقول كالكول ماتيماتيك هوني فوالا سي انورم معناتها سي انورم اوني ان بي انديبوندون دونك نجمو نبدلو علاش ليه معناتها اني جامي ترو تار احنا توا ساي معناتها حسي لما في الصدور وكي مش تقرا وحدك اما وقيت معناتها علاش نبدلو تقول انت نبداو من توا نمشيو للغه الانجليزيه نقطه زاده مهمه انت قلت اكثر بلكشي كولتور فرانكوفون هوني في تونس دو بلوس ان بلوس قاعدين نشوفوا في الثقافه الانجليزيه قاعده تاخو في بلاصه دونك نصور ثم ناس اللي يسمعوا فينا يقول لك اي احنا نمشيو اكثر الانجليزيه لكن ثم ناس اخرين يقول لك احنا نمشيو اكثر للفرنسيه كيما ايناس نعملوا الديرني هكا تور دو تابل شنو نجمو نزيدو نعطيو اكثر بلكشي باش نقولوا ماذا بينا نخليو اللغه الفرنسيه لا لونغ فرونسيز هي اليوم كي بريم في السيستيم ادوكاتيف. Ben, je dirais que le français a l'avantage d'avoir des origines latines. C'est-à-dire que quelqu'un de francophone va avoir beaucoup de facilité à apprendre l'italien, l'espagnol, etc. Ce qui fait que sur le plan des personnes polyglottes qui veulent apprendre plusieurs langues, etc., c'est plus intéressant d'être francophone, alors que l'anglais c'est d'origine germanique, donc ça restreint un petit peu plus l'apprentissage d'autres langues qui ne sont pas forcément basées sur les langues latines. Donc je dirais que ça peut être un avantage aussi de dévier vers d'autres langues d'origine latine grâce au français. Oui, je me suis dit comme le français, je me suis dit l'italienne, l'espagnol, l'italien, je me suis dit que je me suis dit مش ياسر من الراي هذا بالضبط انجلي الحقيقه خاطر تو باغ اكزومبل باش نعطي اكزومبل اللي هو السيكل انجينيور في تونس يتقرا بالفرونسي ولكن هو بازي على البروغراماسيون كودينغ كل شيء اللي هي بالانجلي دوكو انا مثلا نفرضوا انا ايتيديون ان انجينيور علاش نقرا بالفرونسي من بعد كي باش نجي نعمل البراتيك نتاعي ولا حتى في لي تي بي نتاعو بالانجلي دونك لو سيستيم يولي بلهنا ما عادش ما يقابلش بعض صحيح نستحقوها كلونغ صحيح نستحقوها في كل شيء ولكن حتى زاده في الدومين نتاع البزنس تو ماشي اكسبورتاسيون امبورتاسيون مع الانترناسيونال دونك يتعاملوا بالانجلي دونك حتى كي نوليو ديجا نقراو لا جيستيون والايكونومي بالانجلي حاجه تعاون برشا ليتيديون وتعاون برشا الناس الكل. وي سي فغي كي نقولوا انترناسيونال نقولوا اللغه الاولى الانجليزيه دونك حاجه باش تعاونك اكثر كان بالكش تتعلمها من الاول غازي شنو هذا ما فماش عزيز زوز يختلفوا اللي كانت امنيتنا الكل انا نكون انجلوفون العالم الكل محلول قرينا جيستيون تيك الانفورماتيك كل شيء بالانجلي دوماج على غالب نحن في بلاد فرانكوفون الحقيقه هذا اللي قريناه انا مانيش كونتر لونجلي انه يكون اللغه الاولى ولا الثانيه في تونس انا كونتر ان شونجمون راديكال اليوم حتى كي تجي باش تعمل شونجمون هذا على السيستيم ايدوكاتيف لونفيرونمون ماهوش باش يقبلوا ما عندناش اسي بروفيت يفهموا بالانجلي انت ما رينيتهمش على الحاجه هذه اي فينالمون تستنى ان روتور انجلوفون سي صعيب صعيب على الاخر خلينا اون سو باس في الفرونسي نزيدوا اكثر امبلور للانجلي وبالنسبه للايتيديون راهم الحاجات هذوما لي لونغ راهو فاسيلمون انك تتعلمهم وحدهم اليوم نلقى روحي نحكي عربي فرونسي انجلي c'est grâce à moi et non pas le système éducatif. Oui, حاجات نجمو نتعلموهم كيما قلت عايش اللي انت اقترحت علينا الموضوع نخليك تعمل هكا اون كلوتور شنو تحب تقول بلكش في النهايه. باهي نحب نقول لي ما فما حتى لونغ معناتها ماهيش امبورتونت ولا حتى لونغ ما لازمنا اون لانجليز سورتو معناتها فرونسي انجلي و سي جوست كو لازم كل حاجه نعطيوها حقها وكي نزيدو نشوفو معناتها كيفاش لونجلي نستعملو فيه في البوليتيك في ليزافير في السيونس تكنولوجي ميديا دونك قاعد يمشي ويزيد يولي بلوز امبورتون دونك كان احنا على غالب سيستيم ادوكاتيف نتاعنا ما عطانيش الفرصه باش نكونوا اون اكسيل في الماتيغ هذيا ولا في اللونج هذيا نعملوا على رواحنا كل واحد يحاول يحسن معناتها في لي لونج اللي يحكيهم وعلاش ليه معناتها ابار لو فرونسي والانجلي اللي احنا نحكيو عليهم نحاولوا نقراو دوت لونج كيما مثلا اسبانيول ايطاليان والشينوا زيد اللي هو دونز ان مونت بارفي دونز ان مونت بارفي غازي كيما قلت مي كيما قلت وزيد من الاول نصور الحاجه الباهيه اليوم اللي عندنا لازم الكل وحاجه عندنا منها اللي هي انترنت اللي اليوم تخلينا نجموا نتعلموا لغات اخرى والا حتى كيما قلنا من الاول غازي يلا بلي ان بتي موف في عزيز بلي ليتيديون ما تستنى شيء من الدوله ما تستنى شيء من السيستيم ادوكاتيف امان راهي الدوله تعبه على الاخر قوم انت تحرك وحدك نجم تتعلم فما شات جي بي تي فما انترنت فما الدنيا الكل يزين عرفتك اللي من اعطيونا ومن دونا اجا وحدنا ناخذوا الانيشيتيف نتعلموا الحاجات هذوما الكل هذا لي سونتر دو لانك تمشي تتعلم موجود فما حتى لي ليتاتيك اللي ماهمش غاليين برشا فما حتى اليوم دي
سيت انترنت حاجات نجمو نتابعوهم ومنهم لي سيت اللي نصحتهم لنا ايناس في نصيحه ليتيديون حاجات نجمو نستعملوهم باش نزيدوا في الثقافه العامه نتاعنا سواء في اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه او اي لغه لكن بوغ كونكلور نتصور كيما قلت انتم من الاول ماذا بينا اليوم هاكا نتعلموا ماكسيموم دو لونغ حتى كان نجمو نزيدوا نخليوا هاكا اللغه الفرنسيه لكن نزيدوا اللغه الانجليزيه وتغيير سيستم كامل مش حاجه سهله باش نبدلوا كل شيء لكن علاش ليه ما نعملوش على روحنا كيما قلت غازي في النهايه حبيت انا نشكركم حبيت نشكرك عايشه على لو ديبا نتاع اليوم ينس كيف كيف شكرا ليك على نصيحه ليتيديون كيف كيف شكرا زيد الاولاد غازي وحافظ شكرا لكم بور لي انترفيو في سكسيس ستودنت وفي الانترفيو شيف دونتربريز لي ستوديون اليوم موجودين معنا كانوا من كلوب راديو ليبرتيت اي اتش سي نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في ايبيزود جديد فقراتنا هما بيدهم لكن مواضيع جدد شكرا زيد لكل فريق اللي كان موجود معايا اليوم يماني بن ناصر في الاخراج سليم بن عمار في الاخراج الرقمي تلقاو كل الفقرات نتاعنا على الشين يوتيوب كنت معكم انا عزيز باش تيرزي بعد شويه المشوار متواصل مع اسامه السويعي وعزيز قتاته في 17:20 ذي الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام